بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي الأعزاء، شكرا. بنكمل في ختام حلقات العمارة الإسلامية وفلسفة وتاريخ ونظريات العمارة الإسلامية، استكمال ما بدأناه عن العصور المختلفة وكيفية انعكاسها. وكنا وصلنا إن إحنا أخذنا جزء كبير من تراث وطراز المماليك، فنلخص كده سريعا الملامح العمارة المملوكية إيه؟ يعني ديستنجوش إزاي تقدر تميز ما بين العمارة المملوكية وما بين أي حاجة تانية. تمسك معاك الليستة دي اللي مديها لك الدكتور وتقف قدام الجامع، مجمع في عندك أكتر من حاجة، تشيك. عندك إيوان، تشيك. عندك سلندر مينرت، تشيك. عندك مونيومنتال بورتل، تشيك. عندك مقرنصات، تشيك. عندك القبة فوق الضريح، تشيك. يبقى كده لو خدت الستة من ستة دول يبقى أنت كده إيه؟ يبقى انت اكيد في مصر. دكتور، هو مسجد الظاهر بيبرز مش كان هايبو ستايل تقريبا؟ كان هايبو ستايل، كان وقلنا ان ده استثناء، وقلنا ان ده اوكي. استثناء للقاعده لان هو ما كانش لسه دخل في ايه، في الغويط، فكان لسه بيقول يا هادي كده وما عندوش فكره ازاي هيتطور التراث بتاعه. احنا ما اخدناش المماليك البرجيه، بس نقدر نميز من المماليك البرجيه والمماليك البحريه في الحاجات دول. اول حاجه استخدام الخنقاء، والخنقاء اللي هو المكان بتاع الصوفيين، وده موجود في المساجد اللي هي في الطراز المملوك البرجي زي مسجد فرج ابن برقوق. رقم 2، الكتاب فوق السبيل. دايما 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 في اللقطة اللي فوق ده، في الموجودة عندنا في المساجد المملوكية وانتشرت بعد كده في المساجد العثماني، اللي هي تلاقي أول لما تخش فيها عندك سبيل لشرب المية، ويعلو بلكونة فيها أرشاط اللي هي إيه؟ اللي هي الكتاب. طبعا الديزاين بتاع التو فانكشنز دول عبقري، لان طبعا الميه هي البابليك اكتيفيتي، وبالتالي كميه الناس اللي داخله خارج عشان تشرب ميه اعلى بكتير من الحاجات البرايفت اللي جوه المبنى اللي ممكن تكون ليها زونينج مختلف. فعشان كده الكتاب معمول فوق للاطفال، يطلعوا له بسلم ويبقى مقفول عليهم ومحدش يقدر يهرب كده ولا كده، فيبقى ايه، متسيطر عليهم ومتامنين تمام. في حين الحاجات الانشطه اللي بتخدم الجمهور الخارجي قريبه من المدخل علشان الزوننج بتاعنا يبقى ايه، يبقى افيشنت. الخنقاء اللي هي غرف زي فندق كده، نزل بالعربي يعني زي فندق للصوفيين، والصوفيين اللي هم بيحبوا ان هم يتعبدوا وينعزلوا عن العالم الخارجي عشان يقعدوا يذكروا الله ويمارسوا الطقوس الصوفية بتاعتهم. كان ممكن نبقى نتكلم عنهم اكتر من كده لو دخلنا في العمارة البرجية، ودي نبقى قصة تانية لوحدها، ممكن نعملها في الرمضانيات نتكلم عنها. رقم 3، القبة والأركان بتاعتها. لو بصينا في العمارة البرجية بتاعت عمارة المماليك البرجية، هنلاقي إن الشطفة بتاعت قاع القبة من بره معمولة بمجموعة من الموجات، اللي هي واحدة منهم كونكيف، واحدة كونفكس، واحدة كونكيف، واحدة كونفكس في المنظر ده. فالتشكيل اللي موجود الخارجي ده بيديني طبعا إشارة على إن دي عمارة مملوكية من المرحلة البرجية وليست من المرحلة إيه؟ البحرية. واخر حاجه اللي هي الويندو جروب او مجموعه الشبابيك. في العماره البرجيه كانوا بيبقوا 3 شبابيك وفوقيهم 3 دوائر، اما العماره البحريه بتبقى عباره عن شباكين وفوقيهم ايه؟ وفوقيهم الدايره. تاني نبص على المقارنه بين الاوبب، هنلاقي ان الاوبب بتاعت العماره المماليك البحريه رغم ان هي كانت كبيره ومزخرفه، لكن هي مختلفه تماما. اولا ان فيها من الجنب مجموعه الدعامات اللي هي الباترس ستاي، اللي قلنا ان هي معموله علشان تصد قوه الرفس بتاعت القبه الضعيفه الخشب اللي كانت بتعلو المساجد بتاعت ابن قلاوون او السلطان حسن او ما شابه ذلك. اما في حال التطور القبه في المماليك البرجيه اصبح الموضوع يعني شديد التعقيد، والزخارف بتاعته بتتطور لدرجه ان انا عندي بايومورفيك وجيومتري جريد راكبه على السطح المقعر ده بتاعت الفنانين المشهورين اللي اصلهم من الشراكس او فيهم عرق تركي زي ما بنقول، زي حسين فهمي ومريم فخر الدين وايه وهند رستم. يبقى احنا هل المماليك انتهوا فعلا من حكم مصر؟ طبعا ايه، ما انتهوش، وهي دي القصة اللي هنكمل فيها النهاردة. لما دخلنا على العصر العثماني، مصر أصبحت في مرحلة ركود عمراني وثقافي لمدة تقريبا 400 سنة. وأكبر دليل على كده اللقطة اللي انت شايفها ده، هي الراجل ده اللي قاعد على سفح المقطم، اللي واضح جدا ان من تاريخ الصورة ان سنة 1922 يعني في أوج الفترة بتاعت الملوك والخديوات اللي كانوا بيحكموا مصر،
مش باين في سماء القاهرة جديد عما كانت عليه أيام المماليك إلا حاجة واحدة، ممكن حد يشاور لي عليها؟ مأذنة إن هي آدم رصاص؟ كل ده اسمه إيه؟ القلعة، لا ده اسمه مسجد محمد علي وليس مسجد محمد القلعة. علي. تمام، القلعة اللي هي عملها صلاح الدين الأيوبي دي من العصر الأيوبي أصلا، إنما القلعة دي اللي أضافها محمد علي. فلو أنا شلت القلعة ده هي من سماء القاهرة، تقدر تطلع لي أي آثار للعمارة العثمانية في سماء السكاي لاين بتاع القاهرة؟ لا مفيش. يبقى على مدى 400 سنة سماء القاهرة أصبحت إنها فيها مدينة الألف مأذنة، معظمهم زي ما أنت شايف مأذنة السلطان حسن، المآذن القديمة اللي قبل كده سواء هنا جامع ابن طولون والمأذنة الملوية بتاعته، كل المآذن القديمة اللي في سماء القاهرة معظمها من عصر ما قبل العثمانيين. طيب وكيف أتى العثمانيون إلى مصر؟ سوري، من غرب آسيا في الجزء ده هو، وامتدت 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 حتى دخلت إلى قلب أوروبا بسقوط القسطنطينية، ثم امتدت غربا واحتلت اليونان واحتلت كريت واحتلت يوغوسلافيا وصربيا وبوسنيا وبلغاريا ورومانيا والنمسا، ووصلت لحد حدود فيينا، وأوشكت أنها تقتحم فيينا ذات نفسها لولا الواقعة الشهيرة بتاعت الخبز والكرواسون اللي ايه اللي اكتشفوا بيها دخول العثمانيين لفيينا، واستطاع الخبازين ان يوقفوا زحف الدوله العثمانيه الى عقر دار اوروبا. ولكن نقدر نقول ان الدوله العثمانيه حمت ديار المسلمين من اول اوروبا لحد المغرب العربي لمده اكثر من 6 إلى 8 قرون. اللحظه التاريخيه والفارقه في تاريخ الدوله العثمانيه كانت سقوط القسطنطينيه. والقسطنطينية هي النقطة الحمراء الصغيرة اللي موجودة عندك هنا ده، النقطة الحمراء الصغيرة دي هي ما تبقى من الدولة البيزنطية أو الدولة أو الإمبراطورية الرومان اللي موجودة من أكثر من 1000 سنة. أما الدولة العثمانية الوليدة فكانت أوريدي من 1453 وهي محتلية كل الجزء ده من آسيا وكل الجزء ده من أوروبا، ولا يفصلها عن احتلال القسطنطينية إلا هذا المضيق اللي بيسموه the Gulf of Horn أو القرن. القرن ده اللي هو واصل ما بين البحر المتوسط والبحر الأسود اللي موجود هنا ده هو، وعلى رأسه في القسطنطينية، وجزء صغير برضو موجود هنا من بقايا الدولة البيزنطية القديمة. مين اللي فتح القسطنطينية؟ الشاب الصغير اللي على الشمال ده، الشاب الصغير اللي على الشمال ده اسمه محمد الفاتح، وهو من تنبأ به حديث للرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة لما قال يفتح الله عليكم من بعدي رومية وقسطنطينية. فسألوه أي البلاد تفتح أولا يا رسول الله، فقال لهم القسطنطينية، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. هذا الحلم الذي ظل يراود المسلمين لعدة قرون لم يتحقق إلا على يد محمد الفاتح اللي كان شاب صغير جدا ورأى في المنام إن هو اللي منوط بيه بفتح القسطنطينية، فجهز الجيش وهو عنده تقريبا 21 سنة وبدأ في الزحف إلى القسطنطينية ويحاصرها لمدة 55 يوم لحد لما سقطت. طيب هل محمد الفاتح ده هو أول واحد يحاول فتح القسطنطينية؟ لا طبعا، لأن قبليه 23 مرة الدولة العثمانية تحاول أن تفتح القسطنطينية فتفشل. طيب وبعدين إزاي نجحوا في أنهم يفتحوا القسطنطينية؟ القسطنطينية هي العاصمة الكبيرة للدولة البيزنطية أو ما تبقى منها، محاطة بأسوار قوية جدا، والأسوار ده لا يستطيع دكها أضخم المدافع اللي موجودة في الجيوش العالم وقتها. واللي يزيد الأمر كمان تعقيدا إن هذا المضيق يحكمه من الناحيتين، هنا الدولة البيزنطية قسطنطينية والناحية الثانية فرسان من روما من جنوة في إيطاليا، مدينة جنوة هم اللي تبع برضو الدولة البيزنطية، يقدروا إن هم يربطوا
سلاسل ما بين الناحيتين من المدخل، فما يقدرش يخش الخليج ده ابدا اي حد بالاسطول العثماني، علشان يحاول ان هو يوزع دفاعات المدينه، بدل ما كلهم قاعدين بيركزوا الدفاعات بتاعتهم هنا كانوا ممكن ان هم يقدروا يهاجموهم من هنا. ففضلوا 55 يوم ما فيش اي فرصه خالص ان الحصون دي تفتح، لحد لما خطر لمحمد الفاتح الفكره العبقريه ان هو جاء ليلا واصبح ان هو قرر ان هو ينقل الاسطول بتاعه من الضفه الواسعه للخليج من هنا، وحركها برا على جذوع الاشجار والعجل، وبقوه تجرها التيران والماشيه، بحيث ان هم عقبال ما النهار طلع فوجئ المدافعين على القسطنطينية بأن الأسطول العثماني كله على إيه؟ على هذا الجانب الشرقي من الدفاعات، وبالتالي اضطرت الجيش بتاع المدافع عن القسطنطينية أن هو يوزع قواته، بدل ما كان كلها متركزة في الجانب ده أصبحت متركزة من هنا ومن هنا، وبتواجه القوات العثمانية والأسطول في نفس الوقت، وبالطريقة دي تغلبوا على الدفاعات البيزنطية، واستطاعوا ان هم يدقوا فتحة من الاسوار، ودخلت القوات العثمانية يقودهم فريق اسمه الانكشارية، والانكشارية دي كانت القوات الخاصة بتاعت الدولة العثمانية، بعد 55 يوم من الحصار، وسنة 1453 دخل محمد الفاتح الى القسطنطينية، ومن هنا بدأ ايه؟ بدأ عصر الدولة العثمانية الجديدة، وعاصمتها لأول مرة إسطنبول أو القسطنطينية سابقا. فكان أول شيء فعله محمد الفاتح إن هو ياخد الكنيسة بتاعت آيا صوفيا اللي كانت موجودة، وده طبعا لاحتياجه السريع إن هو يأسس بسرعة مسجد عملاق، مش هيستنى بقى لما يجي المعماري وياخد التكليف ويقول له اعمل لي something impressive ويموت محمد الفاتح ده إيه عايز ينجز. فاستطاع إن هو يحول بسرعة الكنيسة القديمة ويحولها إلى جامع، إلا في بعض التفاصيل الصغيرة اللي باينة عندنا في الصورة دي. فاللي منكم سبق له إن هو يزور آيا صوفيا حاليا في إسطنبول هيلاحظ إن عشان القبلة بتاعت الكنيسة مختلفة عن التوجيه اللي محتاجين المسلمين بتاع الجامع، فإن القبلة ما هياش في السنتر بالظبط. فلو دققت هنا في الصورة من تحت هتبص تلاقي إيه؟ هتبص تلاقي إن القبلة موجودة منحرفة إلى اليمين قليلا بالنسبة للي اوت بتاع الكنيسة. ولذلك لما نيجي نبص على الرسمة اللقطة اللي فيها المحراب اللي أضيف، هنلاقي إن إيه؟ إن المحراب ده هو معمول أوف سنتر عن الشباك الرئيسي اللي في وسط الكيرفتشر بتاع الأبس أو بتاع الإيه بالبت بتاع الكنيسة، اللي قعدت 600 سنة وفما فوق، من 1299 لحد 1922 بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام دول المحور في الحرب على يد الحلفاء، وبالتالي تفكيك الدولة العثمانية على يد كمال أتاتورك. أشهر حاجة نعرفها عن الدولة العثمانية طبعا معالم معمارية مهمة جدا اللي هي إيه؟ حريم السلطان، رغم ان هو مسلسل بيتكلم عن حياة القصور والبزخ والطرف والمكائد اللي كانت موجودة في الدولة العثمانية، الا ان هو بيحمل في طياته حاجة مهمة جدا عن البيت الاسلامي التقليدي، وهو دي الدخلة اللي هنتكلم فيها عن عبقرية المسكن الاسلامي اللي موجود عندنا. احنا اتكلمنا قبل كده على ان العمارة الاسلامية لاول مرة بنشوف انها مش عمارة مساجد فقط، ولذلك شفنا كل المصطلحات ده اللي هي ايه؟ اللي هي المصطلحات الدينية، المباني الدينية زي المساجد والخنقاء، والمنشآت المدنية زي المدارس والسبيل والوكالة والسوق، وزي المباني السكنية زي القصور والفنادق والخانات، وزي المباني العسكرية زي القلاع والأسوار والبوابات. فتقريبا كده احنا على مدى العشر محاضرات اللي احنا خدناهم دول غطينا معظم الحاجات، بس ايه؟ ما يصحش ان احنا ما نتكلمش عن البيت الاسلامي، وهو يمكن دي الحاجة الوحيدة الروعة اللي ممكن كلنا نعمل علاقة ما بيننا وبينها، لان احنا لا هنبني قصور ولا هنبني قلاع ولا هنبني مساجد زي اللي كانت بتتبني. فالبيت الاسلامي فيه عبقرية متمثلة في مبادئ اساسية في التصميم،
ما احنا قلنا من الاول ان احنا يا دكتور بنتكلم على نظريات وفلسفه العماره الاسلاميه، وعرفنا ان العماره الاسلاميه بتتلخص في انها تلك العماره التي تستمد مبادئها التصميميه من عناصر الشريعه. فلذلك ان الديزاين برينسيبل بتاعت العماره الاسلاميه لازم تكون ايه؟ الواحد تحقق الخصوصيه، اتنين تحقق الفصل ما بين الانواع، رقم ثلاثة تحقق الأمن والأمان لرواد هذا المكان، ورابعا بتحقق الوظيفة بتاعة الحركة اللي بتراعي الثلاثة أو الأربعة الآخرين. ويمكن أروع حاجة هي قضية التحكم البيئي أو توفير الراحة الحرارية المناسبة اللي بتتماشى مع مكون المسكن الإسلامي مأوى فعلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فقارن العلاقة اللي ما بين الراجل ومراته بأن هي علاقة سكينة زيها زي السكن اللي مفروض سكن اللي هي موجود مفروض إن هو موجود في البيت. إزاي؟ هنشوف إزاي. أولا الرمزية اللي موجودة في المسكن الإسلامي إن هي فيها ساعات بيطلق على العمارة الإسلامية إنها عمارة الخمار أو عمارة الحجاب، بالإنجليزي بيسميها architecture of the veil. البرقع بيكشف ولا بيخبي؟ بيخبي بيخبي، تمام. يعني إذن الجمال كله اللي مفروض ان هو متجسد في جمال المرأة مفروض ان هو جمال خارجي ولا جمال مستخبي؟ مستخبي مستخبي. ولذلك هم شبهوا العمارة الإسلامية بأنها عمارة البرقع، اللي هي عمارة اللي بتخبي الظاهر وبتجمل الباطن. وده شيء إذا كنت اتكلمت على الرمزية اللي فيه متمثلة في إن الإسلام كدين ذات نفسه بيركز على الخارج ولا على الداخل؟ الداخل على الداخل. طب اديني عمارة، اديني دليل، يا إما ان حديث هم يا إما آية. انما الاعمال بالنيات. ماشي، بس ده ما يدلش على الجمال. ان الله ينظر الى قلوبكم. الله يفتح عليك يا هند، هابي فيس لهند ان النهارده الله يا آية. جميل يحب الجمال. اه طيب، بس ده جمال ممكن يكون يا آية بره وجوه. انما اللي قالته هي هند ان الله لا ينظر الى وجوهكم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. يعني بيدور على الظاهر ولا على الباطن؟ الباطن على الباطن. وبنفس المنطق ده هو لما تخش البيت الاسلامي من بره مفيش حاجه يعني جبارة قوي، انا بتكلم على البيت مش على المسجد، صح؟ لكن وانس ان انت دخلت جوه الكورت يارد بتلاقي بقى ايه العز كله، والكورت يارد اللي فيه زرع وفيه نافورة وفيه هواء لطيف. الكلام ده كنا هنشوفه لو كنا زورنا بيت السحيمي او بيت جاير اندرسون او بيت الكريتليه اللي احنا كان المفروض نعملهم في الزيارات بتاعتنا. فعماره البرقع ده هي متمثله من المبدا الاسلامي الى ان الجمال هو جمال داخلي، وان هو كمان ايه مستخبي. وده معناها ان انا ببص على الداخل عن طريق الكورتيار او الصحن الداخلي. كمان ان انت بتحس بالهدوء وبالسكينه في الداخل وليس في الخارج. واخيرا هي عمليه ايه؟ عمليه الحفاظ على الفصل ما بين الانواع. ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها السوشيال زونينج او الفصل الاجتماعي، ودي متمثله في البلان. السوشيال زونينج هنا بتقول رقم واحد، وركز معايا في الخطوات، ده الشارع اهو وادي مدخل البيت. انا دخلت كده فتحت الباب رحت داخل على اوضه الصالون على طول ولا داخل على اوضه النوم على طول ولا ايه اللي حصل؟ مشيت في المجاز المنكسر او المدخل المنكسر ده، كسرت يمين ثم كسرت شمال علشان اوصل الى الساحه الداخليه اللي هي مكان شبه عام. يعني انتقلت من العام الى شبه الخاص الى خاص تماما عن طريق التدرج ده. وبالتالي مجال الرؤيه مش زي الشقق بتاعتنا، تيجي حد يخبط على الباب فيتفتح الباب تلاقي ان كل الستات طلعت تجري تستخبى، واللي يتغطى لان التصميم بتاع الشقه كاشف من باب بتاعها، كاشف كل العناصر الايه البرايفت اللي جوه الشقه. طب امال هو لو كان ضيف كان هيروح فين؟ لو انت كده بصيت على البلان هتلاقي ان في اوضه كده على الشمال اسمها اوضه الضيوف. اوضه الضيوف دي حيطه كامله فاصله بينها وبين البيت، فلما يجوا الرجاله يخشوا ينتظروا هنا في المضيفه او حجره الضيوف اللي هي النهارده بقينا بنسميها مجازا اوضه الصالون،
ونفضل قاعدين مستنيين لما الايه الشخص اللي هو المضيف لينا يجي يستضيفنا، ولو احتاجنا حاجه من جوه نبقى نجيبها من وراء جدار او من وراء ستار، مش زي ايه زي البيوت المتصممه بتاعتنا. فالزونز بتاعتنا متصممه في المسجد في المبنى الاسلامي على ان هو جزء امان او سلام للاجانب، عشان كده اسمه سلام لك، وجزء محرم على الاجانب اسمه حرام لك، وجزء متوسط للخدمات زي المطابخ وما الى ذلك اللي هو جزء مشترك ممكن يخدم على دول ويخدم على دول. دي عبقريه ايه المسجد الاسلامي. الامثله بتاعتنا اللي هو البيت بتاع زينب خاتون، وده في شارع المعز او متفرع من شارع المعز، بتاع واحده من ايام المماليك، استمرت لحد العثمانيين. البلان بتاع البيت بتاعها موجود بالمنظر اللي موجود هنا ده. فاذا ايه الزوننج بتاع البيت الاسلامي موحد من ناحيه الزوننج ومختلف من حيث التطبيق على حسب براعه المصمم، انما التفاصيل الداخليه بتاعه البيت شوف قد ايه جميله، ولازم ان انت تزور الاماكن ده لو اتيحت لك الفرصه. اوكي، اللي بنى البيت ده برنسز شقراء هانم، شقراء هانم ذا جراند دوتر اوف ايه والسلطان حسن. ودي فكره يا ايه ان احنا ايه نقول المعلومه دي لريم بسيوني، يمكن تبتدي انها تعمل الجزء الرابع من القصه بتاعتها عن اولاد الناس. انا بتكلم هنا على واحده من احفاد السلطان حسن، فايه رايك بقى في المعلومه الشيقه دي؟ قولي لها. طبعا لا، اللي انت تقصديه يا هند ده اللي هو بيت المعمار، هو برضو مش بيت حسن فتحي، مش حسن فتحي اللي عمله، هو برضو كان احد البيوت الاسلاميه القديمه وتوارثت عبر الاجيال، وبعد كده حسن فتحي اشتراه في وقت من الاوقات اللي هو دلوقتي معمول بيت المعمار المصري. تمام. لا، بيت زينب خاتون ده تحفه، والبلان بتاعه معقد جدا، يعني انت محتاج ان انت حتى كواحد بتدرس عماره ومعماري يعني تعجز يمكن ان انت تعمل زيه برغم كل امكانياتنا الحديثه اللي موجوده. واروع ما في حاجه في تصميم البيت الاسلامي بصراحه هو عدم انتظام فراغاته، يعني مش ماشي على موديول، ورغم ذلك ان التناسق والتناغم النسبي والهندسي اللي موجود فيه غير مسبوق، يعني ما تحسش ان الشباك ده رغم ان حجمه مختلف عن الشباك ده ان هو اوت اوف سكيل ولا اوت اوف بروبورشن، وما تحسش ان الارش ده رغم ان راكب فيه باب ريكتانجل ان هو مش متناسق، وما تحسش ان الشباك ده مش ماشي مع الشباك ده، يعني رغم تنوع الفوكابلري اللي موجوده في العماره فيه الى ان كل جزء فيه يعني مبدع بصراحة مبدع. فلابد ان الناس دي كان عندها معلومات عن الارت وعن الجيومتري، ويمكن ده الجزء بتاع الارت اللي احنا افتقدنا ندرسه شوية، اللي بعضكم اشتغل يرسمه ويصممه على الاوتوكاد في الابستراكت ارت. طيب نكمل. كنا وصلنا ان احنا بنتكلم ازاي بنتحكم في الجو بحيث ان البيت الاسلامي يبقى فعلا مثال للهدوء. طيب تخيلوا بقى ان البيت الاسلامي اللي هو مفروض متصمم اساسا لبيئة صحراوية جافة، اما يكون عندك بيئة صحراوية جافة يعني شمس كتيرة جدا ورطوبة قليلة، ايه اللي مفروض تعمله علشان توصله ان هو يكون مناخه لطيف وفي نفس الوقت رطب؟ لازم اول حاجة تعملها انك تحمي البيت من الشمس، يعني ده الحد الادنى ان انت عايز تتجنب بقدر الامكان ان يكون عندك شمس. ازاي تعمل الكلام ده؟ عن طريق اربع حاجات. كولينج سيستم مكون من اربع حاجات. رقم واحد شيلد، عارفين كده في افلام سبيس وورز وبتاع ما يقول لك هنعمل شيلد حوالين سفينه الفضاء علشان اللي بيضربونا بالصواريخ الليزر من الاعداء ما يخترقوش الشيلد بتاعنا. يعني ايه شيلد؟ درع بيعمل حمايه. فانا بقول كلام رمزي وعليك ان انت تفكر ازاي ده بيتحقق. فانا عندي شيلد، عندي ثلاجه، عندي مروحه، عندي هيوميديفاير. ايه يا دكتور، هو في الوقت ده كان في عندهم ثلاجات ولا عندهم مراوح؟ طبعا ما كانش عندهم الكلام ده. طب وانا لو قلت لك بقى ان عندهم كمفهوم، بس انت يمكن انت مش واخد بالك. اولا الدرع، ايه هو الدرع؟ الدرع المفروض يعمل ظل، والظل ده بيتحقق عن طريق حاجه اسمها التلسكوبيك سكشن. لما بتيجي تفتح التلسكوب كده مش بتلاقي انبوبه رفيعه حواليها انبوبه ادخن ثم ادخن ثم ادخن، يعني في تدرج في سمك الانبوبه علشان يوصلك من اضيق نقطه لاوسع نقطه؟ مش ده معنى التلسكوب؟
طيب لو انت بصيت على القطاع بتاع الواجهه بتاعت البيت الاسلامي هتلاقي ان الدور الارضي داخل لجوه، وبعد كده الدور الفوقاني طالع عنده بكانتليفر شويه، وبعد كده المشربيه طالع عنده بكانتليفر كمان. ايه اللي بيحصل للواجهه لو كانت مسطحه من فوق لتحت من ناحيه التعرض للشمس؟ تبقى كلها تبقى كلها معرضة للشمس، هتبقى كلها معرضة للشمس. لكن لو انا كسرت في كتل الواجهة بالمنظر ده ولعبت فيها وخليت ان كل دور اعلى من اللي تحته، هيرمي ظل على اللي تحتيه ولا لا؟ ولما يرمي ظل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة يعني؟ حاجة كويسة. كويس، يبقى كده انا عملت درع بيحمي واجهة البيت خصوصا الحوائط الجنوبية والحوائط الغربية من التعرض المباشر للشمس بصفة مستمرة. يبقى دي اول حركة صياعة عملوها ايه الجماعة بتوع التصميم المعماري هناك. رقم حاجة ركبوا لي ثلاجة. ثلاجة فين يا عم الثلاجة دي؟ ما انت لو بصيت يا باشا على الانترنال كورت او الفناء الداخلي ده وبصيت على النسب اللي بتصمم بيها من ناحية عرضه وارتفاعه هتلاقيه ان هو دايما ما بيزيدش عن 1:1، وفي الغالب بيبقى 1:2 او الى 3. فلما يبقى عرض الفناء صغير ارتفاعه عالي يحصل ايه في الظل اللي موجود جوه الفناء؟ هيبقى مغطيه. يبقى معظم الوقت هيبقى الكورت يارد ده موجود في الظل، ولما يبقى موجود في الظل يبقى الهواء اللي جواه ساقع ولا سخن؟ ساقع. هيبقى ساقع. يبقى انا ركبت ثلاجه بسبب وجود كتل من داير السكشن بتاعي راميه ظل جوه الفناء، فمخليه معظم الوقت ايه خزان او مخزن الهواء البارد. طيب يبقى انا فهمت الفكره بتاعت الثلاجه. طب فكره المروحه دي جايه منين؟ مروحه يعني هواء بيتحرك. طب والهواء بيتحرك جاي ازاي؟ حركه صياعه برضو اسمها الويند كاتشر او ملقى في الهواء. اما تروح كده في البيوت بتاعت زمان كده يقول لك يا الحته دي فيها ملقف، افتح لي كده الشباكين دول قصاد بعض، يقوم يعمل تيار هواء يقول لك انا كده واقف في ملقف. ايه هو الملقف؟ اللي هو بيلقف الهواء السائع. يقوم يجي في السكشن كده يروح جاي عامل لي كده حاجه زي التشيمني في البيوت الغربيه بتاعت فرانك لويد رايت، يعمل زي التشيمني بس بدل ما هي تشيمني مفتوحه لفوق، لا دي تشيمني متوجهه ناحيه الشمال الغربي، يعني ناحيه الرياح المحببه، بحيث لما يجي الهواء البارد يخش من هنا يروح معدي على مجموعه من الفلاتر. اول حاجه بتعلي على الزير ده. الزير ده هو اللي شاف الزير قبل كده بيتشرب منه الميه عباره عن حاجه من الفخار مسميه. يعني ايه مسميه؟ يعني الميه ممكن تخترقها من جوه لبره بس بنسبه بسيطه جدا، بحيث يبقى الجدار بتاعها على طول ايه مبلول. فلما يجي الهواء السائع، اما يجي الهواء يمسك سطح الميه او الرذاذ بتاع الميه اللي من بره ده يتبخر، يترك ايه؟ يترك سطح بارد. زي ما كده انت ما تاخد دش ولا تغسل وشك تقوم ايدك تسقع او تحط كولونيا على ايدك، فبعد شويه تبخر الكولونيا بيشفط السخونه من جسمك فيصبح المتبقي هو ايه؟ هو هواء سائع. فيعدي الهواء على الزير يبقى يتلطف ويبقى ابرد، وبعدين يعدي تحت على مجموعه من الشبك فلاتر اخرى عباره عن شبك ممدد من السلك زي كده، زي الشباك السلك كده اللي عندنا في البيوت عشان الناموس، محطوط عليها شويه فحم. الفحم الحجري ده من خصائص الفحم اللي هم بيستخدموه في الكمامات علشان يمتص الغازات السامه والروائح غير المحببه. فيعدي، يبقى نرجع تاني تلاقي الهواء جاي من بره سخن، يعدي على الزير يبرد، يعدي على الفحم يتنقى، يروح داخل في الحته اللي تحت ده هي اصبح ايه الهواء اللي جاي لي جميل، يروح مشفوط بقى من تحت لان انا عندي فوق جزء عالي في حاجه اسمها شخشيخ. الشخشيخه دي عباره عن جزء مرتفع، ومن خصائص الخصائص الفيزيكال للهواء ان هوت اير رايزز اند كولد اير دروبس، عشان قوانين الفيزياء يبقى الهواء السخن كثافته اقل يطلع لفوق يخرج من الايه من الشخشيخه. يبقى عشان هو يخرج لازم حاجه تانية تحل محله. ايه اللي هيحل محله؟ الهواء الساقع اللي جاي منين؟ من الويند كاتشر. من الويند كاتشر هو الملقف. عمرك بقى شفت عبقريه اكتر من كده؟ علشان كده لما تخش اي بيت من البيوت الاسلاميه القديمه زي بيت الكريتليه او السحيمي او زينب خاتون، اول لما تخش تحس ياه هو ايه ده؟ ده يعني الهواء هنا ولا كانه جاي من التكييف. يبقى انا عندي ده الويند كاتشر. طب ولو زودت عليه ان انا كمان ممكن يجي لي هواء من الفناء،
اللي هو مخزن الهواء البارد، يبقى انا عملت حركة عبقرية وجاي لي هواء ساقع من الناحيتين وبيخرج من فوق من عند الشخشيخ. اخر حاجة اللي هي الهيوميديفاير. ايه الهيوميديفاير؟ اللي هي ايه؟ اللي هي النافورة اللي موجودة في البيوت من هنا، بتعمل رذاذ خفيف قوي بحيث ان الهواء يبقى ايه، يبقى مترطب، يبقى انا عندي هواء ساقع متنقي متفلتر وكمان ايه، وكمان عليه نسبة من الرطوبة. فين اماكن الحاجات دي؟ انا هسألك انا السؤال ده، تعالى كده نعمل اكزرسايز ونخش نشوف فين العناصر المختلفة. نخش على العمارة العثمانية. لو انت بتعتقد ان العمارة العثمانية موجودة في مصر يبقى انت غلطان. ويمكن انا بدأت المحاضرة بان انا بقول لك ان العمارة العثمانية يعني في مصر كانت في درجة من الركود والتبلد والجمود، يعني مش ما حصلتش قبل كده. بس هل معنى كده ان العمارة العثمانية مش جميلة؟ لا طبعا. يعني في رأيي الشخصي ان اروع تعبير عن الزخارف والفن والألوان والإبداع المعماري ظهر في عز وفي العصر الذهبي للدولة العثمانية، بس مش في مصر. أمال فين يا دكتور؟ هتلاقيه طبعا هناك عندهم، عند العاصمة بتاعتهم، فهتلاقيه موجود فين؟ في إسطنبول. طيب إيه الملامح الأساسية للعمارة العثمانية؟ أربع حاجات: مسقط أفقي مربع، وما تنساش إن إحنا أوريدي صنفنا أحد أنواع المساقط الأفقية في العمارة الإسلامية باسم العمارة العثمانية أو المسجد العثماني. يبقى السكوير بلان، يوجوالي اتس سكوير بلان، غالبا بيكون فيه صحن خارجي مش صحن داخلي، بمعنى ان هو مش زي الهايبوستايل، لا دي قاعة الصلاة نفسها هي اللي موجودة في المركز، والخارجي ده مجرد زي ابروتش أو ساحة خارجية للجامع، فما هياش جزء من المسقط الأفقي الأساسي. يبقى سكوير بلان، دومز، plenty of domes, 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 domes، يعني اقعد عد كده، يعني اي مسقط افقي تلاقيها هريها، اديله 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 كيرفات، اديله اديله قبب، يعني لما كل اللي نفسك فيه ما تسيبليش حته ما فيهاش قطايف، علشان ايه؟ احنا في رمضان، فهتلاقي القطايف الكبيره اللي في النص اللي هي نص البطيخه ده اهي متشاله على اربع ارباع بطيخات، وبعدين بقى تحتيهم ايه؟ القطايف الصغننه ده هي اللي هنقزقز عليهم كمان شويه. فدومز دومز دومز دومز. طيب وطبعا رقم ثلاثة اللي هي البنسل شيب مينرت، او المأذنة اللي شكل قلم الرصاص، اللي هي رفيعة وطويلة جدا جدا، وصلت لارتفاعات لم يسبقها من قبل اي مأذنة في عصور اخرى. ورقم اربعة طبعا لوفرة السيراميك والإيشان المزخرف الملون الجميل في الاراضي التركية وفي اراضي المستعمرات العثمانية، فطبعا انتشر جدا الزخارف، فاصبح الكسوة بتاعت الجدران من جوه مش زي عندنا حجر، لا ده غالبا هتلاقيه سيراميك، وسيراميك جميل ملون ورخام ومواد اخرى مختلفة. طيب احنا عندنا في مصر الكلام ده ولا ما عندناش؟ لا، ده العلاقة ما بين مصر وتركيا طول عمرها علاقة شائكة، علاقة ند للند. فإذا كنت أنت عندك عرق عثماني فأنا عندي عرق مصري، وإذا كنت أنت عندك 7000 سنة حضارة فأنا آخر خلافة إسلامية، يعني كل واحد منهم بيبص للتاني بنوع من التحدي ونوع من التكاتف. ويمكن أكبر تعبير عن هذا الصراع السياسي الاقتصادي هو فين؟ في العمارة. طب اثبت لنا الكلام ده يا دكتور. أهو جامع محمد علي الشهير اللي موجود في القلعة، معمول في عصر محمد علي اللي هو أصلا مستقل عن الدولة العثمانية بنوع من الاستقلال والحكم الذاتي، لكنه في نفس الوقت معمول سنة 1830، بيحاكي جامع يني اللي موجود في اسطنبول من 1665. خلي بالك هو مش بيقلد آيا صوفيا علشان ما تغلطش، فانت عندك جامع محمد علي بعد دراسة مستفيضة هنجد ان هو اكثر شبها لجامع يني اللي موجود في اسطنبول، والدليل على ذلك ان هنا في مدنتين وهنا برضو في مدنتين، وهنا قبة مركزية واربع انصاف قباب، وهنا قبة مركزية واربع انصاف قباب. ادي اول تحدي. التحدي الثاني كان موجود في المنبر، المحراب. المحراب اللي موجود في قصر المانيال، قصر الامير محمد علي موجود في مصر في المانيال، زيه بالظبط موجود فين؟ في البورصه. البورصه دي في تركيا. فالطراز بتاع المحراب العثماني اللي هو عباره عن بوينتد ارش وجواه مقرنصات، هتلاقيه متقلد من نفس الزخارف ونفس حتى الباترنز اللي موجوده هنا وموجوده هنا، ونفس عدد المستويات بتاعت
المقرنصات اللي جوه المحراب. فاذا المحراب متقلد في مصر، موجود في مصر ومتقلد في تركيا. طيب وايه وده اسمه ايه؟ ده اسمه المنبر. المنبر بتاع جامع محمد علي نفس الشكل اللي موجود في المنبر بتاع جامع السلطان احمد في تركيا، وهكذا. ده لدرجة ان العناصر اللي حتى ما قبل العمارة الاسلامية زي مسقة المياه او مجرى العيون اللي موجود في مصر، في زيه مجرى عيون موجود في اكوادكت موجود في اسطنبول. امال ايه الحاجة الوحيدة اللي يمكن العكس هم اللي سرقوها؟ يعني احنا سرقنا من العثمانيين كل حاجة، في معادة ان العثمانيين هم اللي سرقوا منا ايه؟ المسلات. فدي ما نقدرش نقول بقى ان احنا اللي بنسرق المسلات من عند العثمانيين. فتيجي العثمانيين يقول لك انتوا عندكم مسلات، طب ادونا زي اللي عندكم. يروح محمد علي مدي هدية المسلة المصرية اللي موجودة في اسطنبول، وطيب الرمزية اللي موجودة في الصورة دي هو احد الموالد. وبعيد تاني بسألك، هي اللقطة دي متاخدة فين؟ قدام ايه؟ ايوة يا ميرنا، قلوون. برافو يا ميرنا، قلوون. ايه اللي موجود؟ انا اللي قلت، بس انا كنت هقول قلوون، في حد قال قبل. انا هند. مين؟ هند وميرنا الاثنين هابي فيس يا آية، ميرنا وهند. طيب بقى الشاطر منكم بقى اللي يعرف يقول لي ايه اللي موجود في قلوون النهاردة مش موجود في اللقطة دي؟ المأذنة التانية دي؟ لا. في حاجة كده جنب المنرت. مين قال القبة؟ يوسف. انا يا دكتور. محمد؟ فين القبة يا جماعة؟ اللي هي النص اللي هناك دي اللي ملهاش قبة. ايوه، دي الرقبة بتاعت القبة اللي موجودة في قلاوون النهاردة، واللي قلنا انها معمولة بارتفاع عالي. وساعتها انا قلت لكم الحكمة بان القبة معمولة بارتفاع عالي عشان القبة تبان، صح؟ طيب النهاردة لو القبة في اللقطة دي اللي هي متاخدة سنة 1870 مش موجودة فيها القبة، مش ده دليل على ان القبة دي وقعت؟ إذن القبة اللي موجودة النهاردة is a reconstruction للقبة الأصلية، ويعود الفضل في ذلك للجنة حفظ الآثار المصرية اللي أسسها أو أنعشها الخديوي عباس حلم الثاني. والخديوي عباس الحلم الثاني ده من أعظم يعني أروع الخديوات اللي حكموا مصر. طيب نتكلم بقى على إيه؟ على الطقوس بتاعت الإيه؟ الصوفيين. تخيل بقى أن أنت عندك ان كل حركه بيعملها ليها رمزيه ودلاله معينه. لما يحط ايده على صدره في اللقطه رقم واحد هنا ويمسك قلبه ويعمل اشاره واحد، دي معناها ايه؟ التوحيد. رب واحد، التوحيد. واللقطه الثانيه اللي هو بيمسك ايديه الاثنين فوق راسه ويرفع راسه لفوق، معناها ايه؟ الاستعداد للترقي، يعني بيجهز وبيهيئ روحه انها ترتقي. وفي اللقطه الثالثه وهو بيلف عمال يلف مع الرقصه، دي معناها ايه؟ يستقبل، فاتح ايديه وبيستقبل ايه؟ بيستقبل الأشعة الكونية او يملأ روحه بالطاقة الإيجابية. وبعدين في اللقطة الرابعة بتبص تلاقيه رفع ايده اليمين لفوق ونزل ايده الشمال لتحت، بيعمل ايه هنا؟ بيستقبل الخير بايده اليمين من فوق وبيعمل توصيلة كهرباء، بيعمل قفلة ينزل الطاقة السلبية بايده الشمال لتحت، يبقى receives good and ايه gets rid of bad. ورقم خمسة في اللفة بيعمل ايديه لفوق، بيعمل ابتهال لربنا انه يغفر له. وتلاقيه بعدها بدأ ايه كأنه شكله هيعيط، وبدأ يقلع هدومه ويقلع السديري ويقلع المريالة، ده بيعمل ايه؟ رقم ستة بيشيل الذنوب، يتخلص من الايه؟ من الذنوب والخطايا اللي هي معالقه. ثم يبدا يشعر بالتوبه وبالندم والاستغفار، ويبدا يمسك عينيه وهو شبه بيعيط. وبعدين بعد لما تخلص من كل هذا يبتدي ايه؟ بعد ما فضى نص الكوبايه اللي مش نظيف، بدا يملا الكوبايه بالايه؟ بالجديد، fill the soul with beauty. وبعدين خلاص كده وصل الى قناعه ان ربنا تقبل منه، فابتدي يلف وحاطط ايديه الاثنين مربعها على ايه؟ على قلبه وعلى صدره، graceful يعني او grateful for acceptance. وفي الاخر يبتدي يلف هو ايديه الاثنين مرفوعين لفوق، خلاص قد علمت فبلغ الدعوه بقى. يبقى خلاص كده انت تميت وتطهرت وتقربت وترقيت، اصبح اخر مهمه مطالب بيها انك تنشر الدعوه وتبلغ
الإيجابية اللي عندك دي لبقية الناس، وترجع اللفة موجودة من جديد. يبقى أنت تسمع النهاردة الأغنية بتاعت الرقصة بتاعت التنورة، وتلاقي الراجل بيعمل شوية حركات ملهاش أي 60 لازمة بالنسبة لك، هتلاقي إن الأصول بتاعتها هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الدراويش اللي كانوا موجودين في المذاهب الصوفية اللي ترعرعت ونشأت كتير جدا في تركيا وفي الدولة العثمانية، ولكنها أيضا لها أصول جامدة جدا. بيقول لك شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ده منصب سياسي قوي جدا لا يستطيع أي رئيس دولة إن هو يتجاهله. خلاص كده احنا خلصنا كل الملامح الأساسية لفترة البيوت الإسلامية في عهد العثمانيين، واتكلمنا على الخصائص بتاعة البيت الإسلامي. دلوقتي هنتكلم على المساجد في العمارة الإسلامية أو العمارة العثمانية في مصر. العمارة العثمانية بصفة عامة هي بتتلخص الخصائص المعمارية بتاعتها في 5 نقاط. النقطة الأولى اللي هي السيمتريكال سكوير بلان، إن قاعة الصلاة في الأغلب بتكون قاعة مربعة، وبملحق بيها ساعات لو المساحة تسمح صحن كبير خارجي، ولكنه ليس المكون الأساسي من القاعة. القاعة الرئيسية للصلاة مغطاة بمجموعة من القباب أهمهم القبة المركزية، وملحق بها 4 أنصاف قباب في كل ركن من أركان القبة، وده بيؤدي إلى تشتيت وتوزيع الأحمال من القبة التقيلة اللي في النص لأركان البيرز اللي بتبقى شايلة القبة المركزية. والبنسل شيبت ميرنتس اللي هي المدنة الشهيرة العثمانية اللي شبه القلم الرصاص، وأخيرا التغطية الجدران الداخلية للمسجد وتزيينها بفسيفساء والموزايكو الملون الأزرق والإشاني، لأن دي مواد كانت موجودة بوفرة في الإمبراطورية العثمانية. عندنا في 3 أنماط أساسية من العمارة العثمانية في مصر. أول نوع منهم اللي هو الكومبليتلي أوتومان أو الطراز العثماني الصافي، وده المثالين اللي هناخدهم هو المثال بتاع جامع سليمان باشا في القلعة وجامع محمد علي اللي هو في القلعة. أما النوع الثاني فهو النوع المختلط أو الهايبريد ستايل، وده يتواجد في جامع سنان باشا في منطقة بولاق، مش بولاق الدكرور، بولاق أبو العلا. والنوع الثالث والأخير اللي هو المسقط الأفقي المملوكي، واللي أضيف إليه لاحقا المدنة العثمانية اللي هو المملوك ستايل with an Ottoman minaret، وده موجود في جامع محمود باشا. جامع محمود باشا طبعا اللي هو موجود قدام السلطان حسن. الفرق ما بين نوعين من القباب اللي احنا درسناهم حتى الآن، القبة اللي بتحملها مقرنصات، وده كان غالبا موجود في المساجد الفاطمية ثم المساجد المملوكية سواء البرجية منها أو البحرية، ودي بتبقى موجود فيها سكوينشز أو مقرنصات، ودي بتبقى باينة في الأركان، ودي غالبا بتبقى هي دي إيه؟ السيمبل دوم. أما النوع الثاني فهو النوع اللي محمول على بندنتيفز أو على المثلثات الكروية في الأركان، زي القبة العثمانية الشهيرة اللي موجودة في آيا صوفيا، واللي أصبحت هي النمط المألوف لجميع أنواع تحميل القباب في الدولة العثمانية. فيختلف القبة في العصر العثماني عن القبة في العصر المملوكي والفاطمي، إن القبة في العصر العثماني أصبحت محملة على بندنتيفز أو على مثلثات كروية، وبتبقى ما فيهاش المقرنصات الشهيرة اللي موجودة في عمارة العصور اللي هي إيه قبل كده، زي ما هو باين هنا ان المثلثات الكروية اللي هي في الاركان، وغالبا عشان هي القبة محملة على 4 اركان فبيكون كل ركن منها مكتوب فيه حد باسماء حد من الخلفاء الراشدين 4 ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وده لتأكيد المذهب السني اللي كان بينافس المذهب الشيعي اللي موجود في ايران او اللي كان موجود في الدولة الفاطمية في مصر. نبتدي بأول نوع اللي هو مسجد سليمان باشا، وده موجود على الطراز اللي هو completely Ottoman، والجامع ده بنسميه the loner أو الوحيد يعني، لأنه هو وحيد في كذا حاجة. أول حاجة اللي هو الوحيد اللي فيه مدنة واحدة بس، عادة كان الدولة العثمانية أو المساقط الأفقية بتميل إلى السيمترية والتماثل، وبالتالي كان بيبقى فيها أكتر من مدنة، ده ما فيهوش غير مدنة واحدة بس.
أما الحاجة التانية اللي هو برضو فريد فيها اللي هي المسقط الأفقي بتاعه اللي قبته متحملة مدى على 4 أنصاف قباب زي ما قلنا، متحملة على 3 بس، وده يبرره وجود المسقط الأفقي اللي بدل ما هو مسقط أفقي مربع هو مسقط أفقي ريكتانجل، وكأن فيه إيه محاولة لفرش المسقط الأفقي على كامل الأرض، لكن نظرا إن دي جزء وركن من هضبة المقطم فمحاطة بأسوار ومحاطة بهضاب، فأصبح الصحن هو المربع، والجزء بتاع قاعة الصلاة لم يستطيع أن يستكمل المربع بل كمل جزء منه بس، وبالتالي ما قضاش غير أنه هو يحط 3 أنصاف قباب. الجزء الثالث اللي متميز به اللي هو الامبرفكت سكوير، وده شرحناه في قاعة الصلاة ليه ما هياش بيرفكت سكوير، الصحن هو اللي خد البيرفكت سكوير. كمان هو الوحيد اللي ملوش وجه. ازاي يعني ملوش وجه؟ لو بصيت هنا على الوجه هتحس على طول انها جزء من حصن، وانها موجود فيها مجموعة من الشبابيك او النوافذ البسيطة جدا والفتحات الصغيرة، وده طبعا بسبب ان هو موجود على القلعة، وده يعود الى تاريخ هذا المسجد اللي هو اساسا كان موجود كأنه مسجد لصلاة الجنود في القلعة، يعني القلعة هي المعسكر والمسجد ده لصلاة المجندين والموجودين في الجيوش اللي بيحموا القلعة. فبالتالي واضح منه تأثير العناصر الدفاعية أكتر منه العناصر الزخرفية، عشان كده ملوش وجه. وده بيفكرنا بالمسجد الثاني اللي برضو كان فيه طغيان للعناصر الدفاعية زي الأبراج وزي الحصون اللي فيها عرايس السماء على شكل القلاع، وده كان جامع إيه؟ جامع الظاهر بيبرس. وآخر حاجة إن هو كان أصلا مكان ده كان فيه أصلا كتاب من العصر الفاطمي موجودة في المنطقة ده، ولذلك ألحقت به فأصبح لأول مرة مسجد عثماني وفي ملحق لكتاب. طبعا الكتاب دي اختفت تماما من وقت الدولة العثمانية في المساجد، وأصبح إن الكتاب ده شيء من الماضي. فنعود مرة أخرى إلى أن المسجد في عصر الدولة العثمانية أصبح فقط مخصص للصلاة، وغالبا بيبقى الصلاة من النوع الفاخر جدا بتاعة الحكام والأمراء وما إلى ذلك. فجامع محمد علي معمول تقليد لجامع ياني اللي موجود في تركيا، وعمله يوسف بشناق، وهو تكرار أو كوبي بيست تقريبا من الجامع اللي موجود ده. محمد علي كان سلطان من الألبان مش من العثمانيين، وهو كان والي، كان أحد الجنود الألبان في الحامية التركية في مصر اللي كانت بتحاول تحارب الحملة الفرنسية وتطرد نابليون بونابرت. لما نجح الأهالي في الآخر إن هم يتخلصوا من نابليون ومن حكم الحملة الفرنسية، وهرب نابليون وقتل كليبر، وبعديه محمد بعديه يوسف تهو اللي هو أسلم وتزوج من واحدة مصرية اللي هو كان القائد الجيش الفرنسي بعد كليبر، محمد علي ظهر على الساحة وبين للمصريين قد إيه هو يعني بيحب مصر وعايز يخدم مصر، لدرجة أن الاثنين القواد الحركة الشعبية في مصر اللي هو عمر مكرم وأنور السادات، هما الاثنين دول قرروا أن هم يزكوا أن محمد علي يبقى هو الحاكم المستقل لمصر. طبعا محمد علي عمل حركة جميلة أن هو بين أن هو يعني لا أرجوكوا يعني ده اعفوني من هذا المنصب، أنا بس عايز أخدم البلد ومش عارف إيه، ولحد لما جابوا له الموافقة من الباب العالي وأصبح أن هو الحاكم الفعلي مصر. أول حاجة عملها أن هو تخلص من عمر مكرم وأنت مذبحة القلعة، فعزم كل ما تبقى من الجنود المماليك، قال لهم ده احتفال بمناسبة أن إبراهيم باشا ابن الكبير هيقود حملة إلى السعودية عشان يقضي على الحركة الوهابية اللي موجودة هناك، فتعالوا يعني احضروا معنا هذا الاحتفال. فدعاهم، وفي الطرقة اللي بتودي للقلعة قفلها من ناحيتين، وأصبح الجنود من الجانبين بيرموا عليهم النار. دي الطرقة اللي هي موجودة اللي هي بتطلع على القلعة، وواضح إن هي محاطة بأسوار من على اليمين ومن على الشمال، اتقفلت من هنا واتقفلت من الناحية التانية، وهاتك يا إيه وهاتك يا ضرب. فآدي محمد علي وآدي منظر جامع محمد علي. يمكن هنا في لقطة جميلة بتبين لك علاقة جامع محمد علي بمسجد ومدرسة السلطان حسن اللي قصاده، عشان نبين لك قد إيه محمد علي كان مهتم ينشئ المسجد بتاعه على أعلى ربوة موجودة في القاهرة، على أعلى قمة، وعمل أعلى مدنة موجودة فيك يا مصر اللي هي مدنة بتاعته اللي طولها 84 متر.
ففعلا تحس ان في نوع من انواع المواجهه ما بين القوه بتاعت محمد علي في اختياره لموقع القلعه وموقع الجامع وبين مسجد السلطان حسن اللي بيواجهه، وكانه عايز يبعت له الرساله وبيقول له ايه، ها قد انتصرت على محاولتك لاقصاء المماليك والتخلص من مصادر القوه اللي موجوده في السلطه السياسيه. مش عايزين نتكلم كتير على اللي موجود في القلعة، لأن احنا عندنا كان مفروض يبقى فيه زيارة للقلعة وحنشوف فيها جامع الناصر محمد بن قلاوون اللي هو الجامع اللي بالقبة الخضراء دي اللي موجود واحد زيه، موجود جامع ليه تاني برضو موجود في شارع المعز جنب أبوه اللي هو قلاوون. فناصر محمد بن قلاوون دلوقتي شفنا له جامعين، جامع موجود في القلعة مقر الحكم، وجامع موجود جنب المجمع بتاع قلاوون في شارع المعز. اللقطة دي بتبين لك طبعا كمية الآثار اللي موجودة في الحتة دي. تخيل ان في عندنا اكتر من 20 اثر مسجلين في اللقطة دي، منهم جامع محمد علي ومدرسة السلطان حسن وقصر الجوهرة ومسجد الرفاعي ومدرسة قايتباي وبير صلاح الدين ومدرسة الماظ الحاجب ومدرسة مسجد المحمودية ومسجد سليمان باشا اللي لسه متكلمين عليه ومسجد احمد كتخدة ومسجد السلطان قنصوه الغوري مش زي اللي في الازهر ومناره قايتباي الجركاسي وزاويه فين اللي كمان ده مش موجود هنا القايتباي، مسجد قايتباي. شايفاه يا ايه في الليسته هنا اهو موجود اهو اثر 136 مدرسة قايتباي. مدرسة قايتباي اللي هي موجودة فين؟ لو انت بصيت هنا ادي ميدان صلاح الدين، ده جامع المحمودية لسه هنتكلم عليه، ده جامع السلطان حسن، ده جامع الرفاعي، ده اللي وراه ده هو ده جامع قايتباي، ده الجامع اللي موجود اللي فيه مدنة مربعة فيها راسين زيها زي مأذنة الغوري اللي موجودة في الأزهر. وطبعا ده جامع محمد علي اللي في القلعة وجنبيه جامع الناصر محمد بن قلاوون مشهور بالقبة الخضراء اللي موجودة فيه. ودي بقيه الليسته اهي. احنا هنا دلوقتي في VR تور جوه ايه؟ جوه القبه بتاعه جامع محمد علي. هتلاقي ان القبه العظيمه العملاقه اللي موجوده دي متشاله على مقرنصات من الجنب. كل ركن منهم من الاركان ما فيهوش مقرنصات زي ما هو موجود في الجوامع المملوكيه، ولكن موجود اللي هي ايه؟ البندنتيفز غير السكوينشز. البندنتيفز عباره عن اجزاء من كوره بتحول الجزء الدائري الى الجزء المثمن اللي متشال على مربع من تحت، وفي كل ركن من الاركان في واحد من الاسماء زي سيدنا عمر وزي عثمان وزي ايه وزي علي وزي ابو بكر اللي هم الائمه الاربعه او الخلفاء الراشدين الاربعه. طبعا الزخارف اللي موجوده في قبه محمد علي وفي كل ركن من اركان مسجد محمد علي على طول هتديك احساس بان في حاجه اتغيرت. ايه اللي اتغير في مصر؟ ايه الطراز السائد او التأثير الغالب على الزخارف اللي موجودة عند محمد علي؟ هل هو الزخارف الاسلامية المعهودة؟ لا. امال ايه؟ شبه الكمان بيزنطي. اشبه بالبيزنطي وبطراز الروكوكو والباروك اللي احنا شفناه في قصور اوروبا في هذا الوقت. طب ايه السبب اللي خلى محمد علي يلجأ الى طراز جديد خالص او طراز يكاد يكون مستغرب او متاخد من الغرب ويترك الاثر الاسلامي اللي كان موجود في الزخارف القديمه؟ ده حتى السكوينشز او المقرنصات نبذها. حد عنده فكره ومتخيل ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بص الزخارف دي مش دي بتفكرك بالروكوكو؟ اه تقريبا عشان جاي من تركيا، وتركيا كانت دوله بيزنطيه فكانت كل الحاجات الزخارف عندهم كانت شكلها كده يعني. هو محمد علي ما كانش جاي من الدولة العثمانية، ده كان جاي من إقليم تابع للدولة العثمانية اللي هي ألبانيا، فهو كان مستعمر أصلا. هو بيحاول يبدأ يقلد مثلا الناس اللي برا على أساس إن هم جامدين أو كويسين بقى وكده. طبعا محمد علي جاي في فترة وهي فترة الاستغراب اللي هو يبعث البعثات الأوروبية، وكان بيحاول يحول مصر من دولة قديمة إلى دولة عصرية حديثة،
فبعث البعثات يتعلموا من بره، واسس الجيش، واسس واصلح الزراعه، ونور التعليم. وبالتالي كان واضح جدا ان هو التاثير الغربي اللي موجود في العماره بتاعته قوي جدا، لدرجه ان الزخارف اللي موجوده هنا هنشوفها يمكن في، اتمنى تبان هنا اهي في السبيل اللي هو الميضه اللي موجوده ده اهي. شايفين الزخارف اللي موجوده يمين وشمال الكتابه العربي؟ طبعا ده الخط الفارسي اللي هو مش كوفي ومش سورس، يبقى دخلنا على ايه؟ طراز جديد. انما الزخارف اللي موجوده، وادي جزء منها موجود هنا اهو فوق، بص على طول بتفكرك بالروكوكو والباروك بتاع اوروبا، حتى الرسومات بدات تظهر، شايف؟ يعني اصبح في مناظر طبيعيه مرسومه جوه الزخارف زيها زي قصور اوروبا بالظبط. ف السبب في ذلك ان طبعا محمد علي كان بيقود مشروع غربي، عايز ان هو يخلي مصر دولة تكاد تكون اوروبية، كان هو والاسرة الحاكمة اللي من ذريته بيعملوا كده. طبعا ارواحهم كان او اكثرهم كان الخديوي، ايه؟ الخديوي اسماعيل. نكمل. ادي جامع ايه؟ يعني اللي هو متاخد منه المسقط الافقي والاليفيشن بتاعت جامع محمد علي، وادي البلان بتاع جامع محمد علي. هنلاقي ان هو الشكل بتاعه التيبيكال اللي هو السكوير بلان، قبه مركزيه في النص ومحاطه باربع انصاف دوائر، وقدامها في الصحن اللي اهم حاجه فيها اللي هي ايه؟ اللي هي برج الساعه اللي هي رقم 13 اللي موجوده هنا اهي، رقم 13. من الحاجات المشهورة قوي طبعا ان محمد علي عملها اللي هو بيع، او مش بيع، اهداء اثار مصر الفرعونية لبره. اللي موجود على اليمين على الشمال هنا طبعا ده معبد الكرنك في صورته النموذجية، لما كان معبد الاقصر اسف، اللي هو فيه ايه؟ فيه اتنين مسلات على يمين وعلى شمال المدخل، وده معبد الاقصر الحالي. ايه اللي ناقص؟ المسله. فين المسله دي؟ اهي اللي المفروض موجوده هنا. لو بصيت على اليمين على طول هتلاقي المسله دي موجوده في ميدان الكونكور في فرنسا، والنهارده ميدان الكونكور ده يعتبر ميدان التحرير بتاعهم، اللي هو اكبر ميدان موجود فيك يا فرنسا. طبعا عاملين عليه شغل جامد جدا وسياحه وتصوير. طبعا هم ما سرقوش المسله دي ايام حمله نابليون بونابرت، وان كانوا سرقوا حاجات تانية، بس دي كانت اهداء من محمد علي عشان يتقرب للفرنسيين في مقابل ان هم يوافقوا ان هو يمسك الحكم هو ومن بعده، يضغطوا على الدولة العثمانية ان هو يوافق. وفي المقابل الدولة الفرنسية او الملك لوي فيليب بتاع فرنسا اهداله هذه الساعة اللي حطها في الفناء او في الساحة بتاعت جامع محمد علي، ديس كلوك تاور، اللي هي ما اشتغلتش ولا لحظة من ساعة لما جت، يعني ساعة بايظة. يعني اداله اثار فرعونيه لا تقدر بثمن، وخد معانها، خد بدلها كراكيب من الملك لويس، طلعت انها ما اشتغلتش، ومن ساعتها وهو دليل على عبط الحكام المصريين في وقتنا هذا، اللي بيدوا يعني ثروات مصر التي لا تقدر بثمن وياخدوا بدلها ايه؟ شرابه خرده. فاكرين السؤال ده؟ ايه الاجابه بقى؟ كنا عشان قلنا ان واحد عمل مثلا مسجد السلطان حسن عشان الناس، يخدم الناس، وكان التاني عشان الحكم. علشان الحكم. يبقى the reason why they will never meet ان سلطان حسن كان باني مسجده بنية مختلفة عن اللي بناها مين؟ محمد علي. النوع الثاني من المساجد اللي بنسميه مخلط، اللي هو هايبريد، مختلط، اللي هو جزء منه عثماني وجزء منه مملوكي، يعني تحس ان في ملامح من الاثنين في نفس الوقت. فجامع سنان باشا اللي موجود في بولاق، واللي اتمنى انكم تلحقوا تشوفوه قبل ما يتهد، لان في محاولات دلوقتي لبيع كل الاراضي اللي حوالين المثلث ماسبيرو علشان يعملوا عليها ابراج ونطحات سحاب لشركات خليجيه. الجامع ده جامع يعني مهم جدا معماريا، لان هو فيه الملامح من الطراز المختلط ده. فالمختلط ده تحس ان القبه فيه اشبه بالقبه الموجوده عند قلاوون، اللي هي القبه اللي فيها دعامات من الجمل.
مش كده؟ وبعدين القبة مش زي القبة العثمانية اللي هي سيمي دوم، لا دي قبة مدببة أشبه بالقبة المملوكي. وفي نفس الوقت عندنا القبب الصغيرة اللي موجودة في المساجد العثماني، والمدنة المدنة عثماني، لكن الأرشاط سيمي سيمي سيركل. وفي نفس الوقت عندنا عرايس السماء معمولة بشكل أوراق الشجر اللي هي معروفة في العصر العثماني. يبقى أنا عندي ملامح عثمانية وملامح مملوكية في نفس الوقت، عشان كده النوع ده اسمه المخلط. ده اللي هو إيه؟ الهايبريد ستايل، اللي هو جامع سنان باشا اللي موجود في بولاق. عليك أن أنت إيه تحاول تعمل كده تمرين أنك تشوف فين العناصر العثمانية اللي موجودة وفين العناصر المملوكية اللي موجودة. أما النوع الثالث والأخير اللي هو مسجد مملوكي بالكامل لكن اتحط عليه مدنة عثمانية، والمثال على ذلك جامع محمود باشا اللي هو قصاد ميدان صلاح الدين قصاد السلطان حسن على طول. اللقطة الجميلة دي اللي متاخدة من 1920 تقريبا، وموضحة الميدان هو لسه تحت الإنشاء، وموضحة كمان أن جامع الرفاعي اللي مفروض كان هيكون موجود في الحتة دي هو أصلا لسه مش معمول له غير شوية أساسات. ودي الزاوية الصغيرة اللي هي اتضمت اللي كان فيها مقام سيدي الرفاعي اللي هو أحد الطرق الصوفية اللي اتضم بعد كده للجامع، عشان كده بقى اسمه جامع الرفاعي. ده اللي بنتكلم عليه، جامع محمود باشا، جامع مملوكي بالكامل بما فيه حتى البوابة العملاقة التقليدية بتاعت الجوامع المماليك، لكن كل اللي اختلف فيه اللي هو فيه ايه؟ المدنة العثماني. حتى كمان هتلاقي ان فيه فكرة الأبلق اللي هي صف أحمر صف أبيض صف أحمر صف أبيض، اللي هي برضو من الملامح المميزة للعمارة الايه؟ المملوكية. ادي جامع محمود باشا اللي معمول سنة 1567.